يا صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور من أرض النور أرض البركة أرض مصر الغالي الفنان اللي ماشي شراته هذا الله يحفظكم. الأوردر جاي لنا ونحن في غرفتنا. من وين؟ من بوظبي. الأوردر جاي من بوظبي ومضر الشيء تول يمي سندويشات الفلافل ويمي سندويشات الفلافل ويمي سندويشات الفول وبعد هذا بعد غير صغيرة على الصغيرة هي هذا شو اسمه دي فول طعمية هي أدري إنها طعمية فلفل الله راس عدوان الله فلافل محشية يسمونه هي ما قلت محشية عايز الترجمة لكن ما شاء الله مطرش وايد أنا كنت واحد من هذا واحد ما رمت خلص وروح الأول اللي جنبينا ولا أنت عرفت فوق عندهم حته جبنه يجيبوها حته زيتون يجيبوها يا اما تبيعهم وانت عارف طبعا بشغله مش غريبه عليك يبيع حد على بدون يبيع اي حاجه يبيع يعني يبيع التراب على السياح يبيع السندوتشات يفيد تفسح بيه شويه كده وسلك نفسك وبالنص سندوتش بكام وبن ايه اللي يطلع بالدولار كل اجانب وحاسبك بالعمله المصريه والفرق تاكل مصري ايوه خلاص اوكي احسك علي بتقول له ايه كل سلطه عنده ضوافره اه مزرقه ومضلعه كده ومعضعضه هيموت لا بقول له ده نقص فيتامين نقص فيتامين اه سوء تغذيه عن زهد سوء تغذيه بيقول لي انا ما باكلش فاكهه ولا باكلش سلطه فبقول له لا السلطه مهم فبشاور له على القوطه والخيار والبصل قلت له كل قبل ما نقلل الجلوكوز ونشوف الدكتور هيمر عليك كمان شويه كل عاد متهلع على شاي كشري مثل اللي البارحه شربته انت شو اسمه؟ هب اللي في الحسين الرجال الشيب البارح اللي مشاهد فندق شهرزاد اللي على لا مش اللي على الكوبري اللي تحت اللي عند شهرزاد شو اسمه محمد؟ ابو محمد ابو محمد اي والله يجنن الشاهي ماله هذا الحين متهلع على شيء شراته الحين هو عايز دلوقتي خليك دلوقتي اقول بالليل كده دلوقتي كده الشاي المصري المصري اه الافغانستاني يلا اهو حط واحده كمان آه. والميه السخنه اشربهم انا اشرب كل لا لا علي تقله شويه ها اثنين اه اثنين بكوين عيني ايه الحين انت ما بصارت توك نعم ما بتوك ماكل احرق تامه موزه وحده محلي زيت تامه موزه ولا لا زيت تامه موزه وحده ولا لا يا لدوي تامه موزه ولا لا يعني اللي يا معتوه ليش تاكلها انا ناوي اكلها قبل ما امشي العصر ما مستوي ناضي وفنان همدان زقوم الله يبحسك على ابوك جرن واحد تام جرن واحد كلك حديد نعيم عفوا يا الله غرب الله تبي خاطري في جن الموز خلافه واني اباك عقب قبل ما اظهر والشاي الاولاني خليتي عقه وحين خلينا يلا عادي يلا وردينا ابوي قلنا سو من يد ويديد شو السبب حط ابوي سكر بني سكر البني نحط للنسكافيه ولا الحليب ولا ما ادري شو والشوكلت يا غير هذا شاي حمر شاي حمر ابوي وانا اروح ما من كيفه الشاي الحمر طبعا انا مكي اشرب شاي حمر بس يوم ايهم مصر يلا عاد الكم اي فمن النوادر اشرب شاي حمر ده شاي ابو محمد اي المقادير 3 باكت شاي 3 باكت سكر اي ميه سخنه اي ادلقهم في الحوض واعمل واحد جديد اي يبا تسوي شيء غلط فيه بقول لك ادلقه في الحوض يلا الحين دب محار لين عينه عيني وانت لا تمشي الا تسرطه 24 ساعه تسرط احنا هنكلنا وياك شو اللي خلاك تغيل على جرن الموز واحد تام له شيء غير ما عليه يا بارك الله فيكم الشاي الكشري هذا حين عاد غليظ تحرى حبر لكن انا اليوم شي في خاطري اصلا ان شاء الله اصيب هدف شرات شاهي ابو محمد البارحي شي شفت تسوى محمد وعجبه اي والله هلا خلاص انا اشتقت للشاي ابو محمد تقول اعمل لك انا شاي ابو محمد وام محمد عيني يا محمد اللي انت عايز لبن العصفور نجيبه لك اللي هو انت لو ما لقيتش العصفور اجيب لك العصفور يعني زين شوف والله كل القرن الموز بتاعي اجيب لك يا انزل اجيب لك موز طب هي موزايه واحده اللي انزل اجيب لك ولا كيلو
اكلت هي اللي عجباني. هي اللي الوحيده اللي عجبتني كيلو بقى لنا 100 سنه عندنا. ماشي يا مصري، الحاجه بتاعت ابو محمد نخليها له، والحاجه بتاعتنا احنا اللي محررين فيها. ما تعرفش منشي عاول نفسك على كده. ايه ده؟ بس علي ايه ده؟ خناقه. انزل بيع دول وهات موز بثمن وتعال وما تاكلوش. لا تهمك ولا تجيب كيلو واحد، تجيب كام؟ ايه اللي بتعمله عندك يا علي؟ صامت، بعمل تليفون صامت واشوف الدور. ليه؟ ما يسببش اي مشاكسات ولا اي مغالطات بين بينك. انت جاي كام يوم؟ حابك بامسك التليفون في الوقت اللي انت موجود فيه؟ لا. ولا اعمل مكالمات؟ لا. ولا بقيت مهم خلاص دلوقتي؟ لا. ولا طول عمري ماليش لازمه؟ اه دلوقتي بقى ليها لازمه. يبقى الموبايل ده لما تنزل حاجات ضروريه قوي. هتكلم اصدقائك يعني أصدقائك. اعتبر نفسك كانك داخل سفاره. انت تعرف لما تخش سفاره ممنوع تستعمل التليفون. هنا دلوقتي بقى انا مع سيادة السفيره. بالضبط. ايوه شكرا. ماشي يا محسن؟ اكيد ماشي. هذا التطبيق هو ماشي من وقت ما تعرفنا، من اول ما طاحن التليفونات. اللي بيدخل ممنوع يقبل تليفونه، من تظهر مويه الباب يقبل تليفونه. زي المناطق العسكريه. عباره منطقه محظوره. ما بحسن؟ ما بحسن؟ ايوه. احسن لي ولي. لا وكمان انت عشان لا نقول اسرارك ولا نقول اي حاجه فانت اسراري انا وين عندي اسرار؟ لا ان شاء الله مش حاجه. اي حاجه تامن عليها محسن، يعني ما تقلقش. انت قلق مني انا. انا محسن ثقه. أمان. يا رجال الناس ما بسناسين سالفة الصحن مال العام مال الفندق والسماعة. صحن وسماعة انت نسيت؟ ده نسيت. لا ابوي ما نسى، وكل دقيقة يطرشون عندهم في الستوري كل حاجة متخزن، كل شيء في يوتيوب مخزن. يا دي الفضاء. ده يوتيوب مش اسم يعني مش السناب قليل. امك تعرف لليوتيوب؟ لا يعني لو تعرف خليت تدخل الحساب. عندها حساب في الفيسبوك. يا اصدقاء بقى ام خضره وام حسين وام ابراهيم يقعدوا يتكلموا بالليل بقى، ما دولش يمشوا عشان الروماتيزم فبيتكلموا على الفيس. ندخل على اليوتيوب، نروح البحث، نكتب خالد الخالدي بالعربي او بالانجليزي، بتلقطوا مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب او متابعه بالعربي، وندق على الجرس، وبهالطريقه بيكونون انت بتكون انتم اشتركتوا في القناه. علي جزم المراده دي هب مراده برادة برادة. انت بالله عليك ريولك هم على برادة والله غميضة غميضة. هجوتي على ريولك انت على صدري افلعت. مش اشتري منها تاني يا ربي. اشتري نوع تاني بكام دي يا ابو؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. من اول يا محسن نوك يا محمد علي محسن في الدمة لما رحت له ادك حاجة من بعد ما قام الامارات ما ادكش حاجه؟ لا بيقول لك بذمتك. لا اداني الشوز وجلابيتين. جلابيتين وبرح وقبلها 300 جنيه. 300 جنيه كان حاجه ثانيه. 300 جنيه عايز ايه تاني؟ هات بقى مش هيجي. لا هات كل اللي بتقوله يا شيخ. انا متفقين. طب انت بتقول ما بيدينيش علي، بتقول ما بيدينيش علي لما يجي. انا لما ربنا بيكرمني، انت بتكرم ربنا بيكرمني عن طريقك براضي الكل. حتى انت ما بتقول ليه ليه علي ليه لما تدي حد حاجة تفضل تعايره؟ أنا بعاير بس يمكن عشان أكسر عينه أذله أعايره بعد كده. أنا قلت لك بدل ما يفتح عينه فيا وبعد كده لما ألاقي حاجة معاه أخدها بدل اللي اديته له. فاكر لما اديتك مش عارف إيه؟ هات بقى اللي أنت لابسه ده. ومحضر له شبشب يروح بيه. هتروح النهار حد؟ لا أنا ده رايح هم مش هيجيبوا. محدش هيجي ياكل. سر لبس الابيض والاسود المخطط عندنا ده مشهور لبس الحراميه صح ولا؟ والله بس مش ده بيبقى اللبس الثاني الخطوط السوداء عريضه شويه لانه بيبقى حراميه قوي. فانك مني لسه بتعلم السر بيه خطوط رفيعه خطوط رفيعه ايه ايه كله محسن عنده تيشيرت كله اسود حراميه ابيض فيه ما فيش خطوط بيضاء ما عندوش نوايا حسنه خالص بقى حرامي قديم بقى اسود كله متبرس خبره علي بتقول لك ايه؟ بنتي؟ فانا دايما بنتي وانا خارج الصبح بعدي عليها. تقول لي حلو يا بابا كويسه ولا اغير القميص لا اغير مش عارف ايه. فبقول لها فبصت كده اللي جذبها الكوتشي. قالت لي ايه الكوتشي الوحش ده؟ وحش؟ تقول لي يا بابا لا مش حلو خالص. انت جايب كوتشي جميل ب 200 جنيه انت وعبده. ايوه. بتلبسه انت وعبده. فلو سمحت روح غيره والبسه. قلت لها انت عارفه ده بكام يا بنتي؟ وانت المدرسه اللي دخلت عليها النهارده الصبح؟ قالت لي كل دي سنوات خبره.
على الخطوط البي السود كل خط ده سنه ومتعارف عليها في مصر علي. اه ما هو احنا في السينما لما بيجيبوا الحرامي يجيبوا لابس او تيشرت ابيض في اسود مخطط كده خد بالك فده حرام تاخد تيشرت زي مصر ولا انت عندك جاكيت بحاله عندي بالتو علي انا اول مره اعرف المعلومه هذه ان الابيض والاسود معناته اللي يلبسونه الحراميه عشان انا تعلمت منك حاجه كتير يا ابو محمد وقعدتك زي ايه محمد. زي ايه زي ان انا ازاي اعرف اكل مع الناس محترمه وما تعليش صوتك تعليش صوتك ما تقفش قدام حد وهو ماشي خد جنب دايما لما حد يمشي معاك من ناس شوي او ترجع ما تمشيش نفسي امشي قدام انزين واركب الاسانسير ما اقفش قدام في النص ولا اقف جنب ورا الزراير لا ابعد شويه على جنب للي يتخبرون يتني عدة مسجات ليش يا أبو محمد الطاولات ما زرعت الأغراف وليش تاكل على السرير أنا الله يحفظكم من أي مصر أو أسافر أي بلاد ريوقي يكون على الشبرية ولازم على الزاوية هذه هذا الطرف يحطوا لي إياه وتريق وعين من الله خير على هذا الطرف من سافرت وصرت ويت في الدنيا العودة إلا إذا فندق بنزل بوفيه فشيء آخر وبس هذا السؤال لي وهي يتي كلها مصر مكمل سنة على ما يجيبوا لريوق يحطونني ويا الربعي محسن وعلي ولو ما افطرش في الـ في الـ في, الـ في المطعم عايز ينزل مطعم خلاص ناخد السرير ننزله له تحت يحط له الاكل على الزاويه في المطعم كذاب في بلاست التاج كذاب في المطعم السرير يمشي بس يطلع السرير متعود ما نقدرش ان عندي في السرير ده يعني كل واحد ليه عاداته وتقاليده ومتمسك يا الله يسلمك انا كمان بفطر على الارض اللي بتعمله انت دلوقتي بنبدل ليه تبدل يعني لو هو حياخد قسمه تدي قسمته بجد ولا ما بدل قزم في حد في الدنيا يبدل قزم ايوه الاصدقاء بيبدلوا القمصان والبناطيل عندنا في مصر ولا ودلوقتي حتبدل ازاي يا محسن حتدي ايه ولا يديك ايه هديله شيف لا والله بجد ولا ما ده برضه خالد بعته لك ولا ايه نايك ده خالد اللي بعته ولا ايه يا راجل لا مش خالد الدم منين ده ده بعتولي وريني كده هذا لا هذا مالات صلاح زين كلهم كويسين لكن ده حاجه ودوكها حاجه تعرف ان البراده كم سنه عنده يجي 30 سنه عنده صاحبه كان 10 سنين وعندي انا من 20 سنه وهيقعد عند محسن 3 ايام لا عشان ايه استنى ما تربطش اما اشوف ده يمشي معايا لا ولا كبير ولا لا أتربوش يا محسن. لا علي عملت ايه في صينية الحلاوة صينية الشوكولات واحنا جايين وانت جاي من مصر بعد عرس آل حامد والسويدي آل حامد زين استنى لما آل حامد لما اعطوك صينية الحلاوة وطلعت انت فيها مش بعتوا صينيتين حلاوة واحدة اللي بعتوا ثلاثة زين وانا حلوة جميلة برضو حلوة انزين مالك كنت طلعت فيها جبتها مصر ايوه عملت ايه بقى في المطار مطار ابو ظبي انا انت قلت لي ظبط شنطتي عاليه الوزن علشان ايه ما تدفعش فلوس ومش عارف ايه وبتاع عشان حاجه غاليه ازاي انا شلت الصينيه دي على جنب ووزنت الهاند باك ووزنت الشنطه الثانيه ازاي تمام ونسيت اوزن ايه اضم الوزن ده بتاع الصينيه دي لايه الهاند باك الهاند باك كانت كم كيلو 7 كيلو ده المسموح كم 7 زين والشوكولاته 7 راح بقى المطار رحت المطار فحط الشنطه حطيت الشنطه الوزن تمام حط الهاند باك حط الهاند باك ماشي اوكي ايه ده قدامي شوكولاته اللي حطها الميزانيه دي كمان بتتوزي وحطيتها لي 7 كيلو نزيد طيب ماشي امشي تمشي ليه ازاي عليك وزن زياده 7 كيلو قلت له اوكي ماشي 7 كيلو ايه قلت ادفع 100 جنيه ولا حاجه قال لي 800 درهم قلت له حريص ايد ومنهي 800 درهم ممكن حضرتك تاخد الشوكولاته لو انا مش عايزها قال لي ما ينفعش تاخدها انا قلت له هدوم هلبسها مش عارف ايه ليها حل انما دي هتروح فين فلبستها بقى رحت دفعت 800 درهم للراجل وعملت ايه في الشوكولاته؟ مرميه في الثلاجه وجميله زي الفل ما سبقت ادي منها الناس وديت لماما وديت لبابا والباقي؟ اديت لبابا الله يرحمه وابوك ميت من امتى؟ من 12 سنه على روحه على روحه على روحه يعني. يا ربي مالكش حل يا علي مالكش حل في بس المصريين كلهم مالكش حل لا مالكش حل ده اولا ثانيا جه حل بالنسبه لمحسن واحد قال في علاج ليه
ايه هو؟ ما انا لسه قاريه وقلت لك الرساله اللي جت اللي هو ايزك كوي. اه وسم قالوا محسن الحل الوحيد ان يتعدى الوضع اللي هو الوسم. وسم وسم بين الحيات هنا بين الحيات هنا سيخ يخش سي لا لا مش يخش كده وسم مكوة بس يتكو. احنا مش من برا هندخله لا ماشي. بالاخص لما شافوا لون الشراب الفوشي ده لما شافوا ده قالوا ده ضروري وسم خلاص ماشي ربنا يسامح. السلام عليكم يا ابو محمد، سويت شاي كشري يوم شفتك تسويه رحت سويته زيك وهذاني شربته شراتك يا ابو محمد. محمد هاي سمنتك، هاي السمنه طال عمرك ما نستغني عنها في السفر والحلو والترحال. الحين شوفون الطبخه العدل. محسن في ايه؟ وليه ليه نايم في الشمس؟ انا بحب كده يا راجل، بحب امدد رجلي كده في الشمس. يا سلام مشخض لنا جوه. خل عاد هذاك مشكله. انت حد نايم في الشمس؟ انا بحب انام في الشمس. ليه؟ طبيعه. ايوه تعرف انت ما بحب الطبيعه. والطبيعه وعلى النيل يعني وعلى في الدور 22 علي. ايوه قوم 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 قم. بس كرهات كرهات. ما بحبش اسكن في 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 فندق عشانك بتقلقني كل شويه. إلي حد ينشم رقاد ياكل فلافل؟ نفسي راح تلاوى. قال لي في المنام هاتف قال لي في طعميه قوم كل طعميه محشيه. ايوه زين فيها لها حلوه قوي شطه فيها زي بتاع اسكندريه. حلو محمد احمد لو فاكر ان كان في محطه الرمل. يا ليت تاكل وانت ساكت وتقفل بقك لو سمحت. يا ويلس يوم يلس وحار ضربنا ورمس 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 شفت رقد. هو الكرسي ده بتاع الاكل اللي بوضع عليه 100 دولار. والله صدق ما وعيت بالله رقدت ابوي قم ان يلق طيح طيح الحين لو نص ساعه لين اتسبح واخلص وهذا واتلبس وعقب بنظهر. وعيت السيدة صار ياكل. كنت حلمان انك يوعان لو شو علي. تهيأني كده. هذا يوم اقول لك اخضر على اخضر وملبوس الحبيب اخضر. اليوم خضر وزيتي ورقم واحد. انزين ها بعد نربيكم بعد ها. خضر وزيتي وفسفوري. خلص انت خلص. شو تسحي يا حينة. ما تزعقلي شعري بيبوز لما حد بيبقى عصبي يتوتر وانتي شعري يتنكش. وانت عارف مصدق ساعة كاملة حتسحي هالشعرتين مش طويل. يا سلام في شايف شعرك انت شعرك ايه اللي يحصل له لما حد زعق لك بيوقف. احنا الله يحفظكم بنسير الحين العتبة ميدان العتبة هو من الاساس اسمها بس العتبة وكان اسمها من الاساس بعد قبل العتبة الخضراء. وليش سميت العتبة؟ العتبة لانها اول دخول مصر القاهرة نفسها هذه عن طريق العتبة. فمثل ما هو عندنا عتبة البيت عتبة المسيد يعني أول خطوة تخطيها في الشيء هو العتبة. فلذلك كان اسمها العتبة. فنحن الحين سايرين العتبة وبنتفرج في العتبة. العام أنا بصور لكم إياها العتبة لكن عيبني يعني أنا أحب العتبة. شو الأغنية اللي علي مات العتبة؟ العتبة قزاز. أوكي غنها شوية. لا 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 صوتي مش طالع عشان كان عندي حفلة بالليل فسهرت. خلص عادة. العتبة قزاز والسلم نايله في نايله والعتبة قزاز. ولازم هاي الغضن بعد؟ لا هم بيعملوا كده لازم أنا أقول أغنية صوت ولحن ورأس. يلا. والباقي يلا. يا بنتي مالك خسيتي يا ولا يا ولا لا روحتي ولا جيتي يا ولا لا معانا انت يلا عاد خلص باين عليكي حبيتي والسلم نايل في نايل وين عتبة قزاز والسلم نايل عشان عندي حفلة تانية هروح بس اتفرج يلا يلا عاد جاي.
ما صورت لكم اليوم المنظر الخارجي، الخارجي هو من فوق يعني المنظر العلوي، طاري اصور اي غير اليوم عاده احس انه في اختلاف شويونه. الجو لطيف ياخذ العقل رقم واحد، الجو جو حين كسرت الشمس شويه، هذا وقت عاد الظهر الحين الشمس تدفرها بيديك، شيء جميل وراقي وفنان وروعه في متهربة. بعد جو راقي يسوي يعني بس الا مني والطريق الا الرقي كل الثاني راقي. انا ابوك اليوم كل يوم كل يوم ايش بسوي معك؟ لا حول ولا قوه. هذا ما صورت انا، هذا انا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا مع اني انا مع كل شيء تشوفونه. يلا مدوا ترى اليوم بنتمشى، ما بنمشي شوي تقولون تعبنا. لا لا انت اللي بتقول احنا تعبنا. يعني البارحه البارحة ما شيء تعب صح؟ كثير. ليه؟ ما مشينا وايد علي البارحة. من الجيزة 15 كيلو بس. 15 كيلو كل واحد 5 كيلو، يعني عبارة يعني كل واحد 5 كيلو. ليه؟ واحنا واحد بيمشي يشيل الثاني يمشي بيه وبعدين الثاني ينزل يشيل الثاني. لا والله علي المشي حلو وال حلو والجو بعد يجنن كان في منتهى الروعة. اه بس يا ريت ما تكررش. ليه؟ تعبت امبارح 5 كيلو مش عارف ازاي. يلا 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 لحقوا لحقوا لحقوا. ايوه ايه؟ وقف على جنب ربع ايدك وشفر حيط. اه يا سلام. وقفت ليه؟ هذا وقفة واحد. يا سلام يا سلام يا سلام. الله شوف شكلك دلوقتي، شوف شكلك من غير دقن. فاديو صاحبة الجليل. والله يا والله يا محسن كل الناس بتقول شكلك احسن. بس اصلي مناخيره كبرت معلش. لا مناخيره ده هي بتدور بعد الداء بعد الداء. اليوم يغيرونه الورد، اليوم حاطين لكم ورد نوع جديد بعد، لكن عن البربل لابد ولا عذر. حاطين حمر، هذا بعد من نواتجهم هالمصر شيء جديد. هذا الورد ما شفت لون نوعه. اه هذا مركب عليه، هذا حاطين هذا في هذا قرب الله تم نصار وحدي غالبه ما حد يروم الهم ما ينغلبوا. شوف حلو منظره ياخذ العقل. بورهم يزين فور سيزن ورودهم طريقه ترتيب ورد من اروع ما يكون. هذا الله يحفظك عشان ظهرنا متفندق. الحين نحن نمشي في الجاردن سيتي، هذه اهم منطقه كانت كلها قصور. هل تشوفونهم البنيان هل تشوفونه كله عمر اميات السنين أميات السنين أميات السنين. القصور شوفوا البنيان كيف شكله، هذا كله الديزاينات الإنجليزية والفرنسية. شوفوا ارتفاعات الشقق كيف بين السقف والسقف، بين الأرضية والسقف تقريبا ما يقارب 3 أمتار إلى 2.5 متر. شوف شيء تحف معمارية غريبة الأطوار. شوف ما شاء الله هذا فندق الحين، هذا ظهر الفندق. نحن مشاهدين النيل وهذا الظهر، ظهر الفندق جدا الجاردن سيتي وويه جدا النيل. يقول حق الحرمة اجري انده اخوك من الجنينة، هذا عاد يكون البيت وهذا الجنينة. شو مكبرها عاد الجنينة بلاد من كبرها. اجري انده اخوك من الجنينة، تكون عاد اللمة وايد من فوق. انت يا محمد اجري انده اخوك من الجنينة، هذا تنزل عاد الجنينه. هذه الجنينه الحوي وفي زراعه، هاي الجنينه سمعتوا. يلا ندخل الحين في بين الحواري على ما تشوفون، ما بحواري يعني بنيان بين البنايات. ها في الجاردن سيتي هاي تشوف البنايات الاول كلها فلل، والفل اللي يطيح يبنون مكانها بنايه. الفل اللي يطيح لكن مدامها ما طاحت مستحيل ينشل، لان يكون هذا شيء معماري قديم فمحافظين عليه، يعني شيء تراث شيء من أروع ما يكون بالبنيان. فهذا الشيء الناس تحافظ عليه بشتى الطرق، شيء تراثي الديزاين الفرنسي والإيطالي والإنجليزي، هاي أشياء في منتهى الروعة فما يفرطوا بها في كل بلدان العالم، شيء من اليونسكو. اليونسكو متحلف تبهم. أها تهدون معلم من معالم القاهرة القديم. الحين يا الله بين هالبنايات نحن هذا الشارع يوم تمشي به
يظهر بك جدا شارع القصر العيني. هذا نظهر بسيد لين ميدان التحرير، وميدان التحرير من هناك نخرم على فين؟ على العتبة اللي هي العتبة قزاز والسلم نيلو منيلون. هذه الفواكه حين المتوفرة عندهم في مصر، اليح والبطيخ والعنب والتفاح والخوخ والهمبة وخيرات الله كلها والمانجا. فصل لسه ما قاش، ها متى ينزل التين؟ أكيد كده. شكرا. بنتمشى بنعيمنا الله خير في السيدة، وبنسولف وبنضحك وخلاص بنتعشى. الله يحفظكم. في مطعم الرفاعي، مطعم الرفاعي مصورنا العام، هذا مطعم شعبي، مش شعبي، أقل عن نسبة شعبي، لكنه أجود لحوم وأحسن العالم كلها تيه. الطاولات مالاته بنص السكيك، لكن مستحيل تلقط عنده مكان من كثر الزحمة في العالم اللي فيه. هذا من المطاعم المطورة، ما أدري شو ما أدري شو يسمونها، لا هذا الرفاعي من أقدم المطاعم وألد أكل عنده. ما عند الأكل متمدن مشاوي، وأحسن شيء عنده شيء يسمونه نيفة. النيفة هاي اللحمة ترفة في منتهى الروعة، إن شاء الله أني بصور لكم إياه. ومكان زين وفنان عادي يعني مال المصريين، لكن مش مال المصريين المتمدنين. حتى المصريين المتمدنين من وزير ومن سفير من طحنة الزمان وعلم وخبر كلهم يجونه، كلهم يجونه من كثر ما مكانه مشهور. يعني شيء يعني مثل إن ضروري اللي يجي يروح ياكل في هالمطعم. كان يلس اللي يميز المطعم انه يلسته في السكة، يعني كأنك جالس في الشارع وتاكل. الله العظيم مصورنا هنا العام، وهي وجبتنا الرئيسية الحين نحن بين الصلاتين بين المغرب والعشاء. ونحن بظهرتنا الحين، هذا وقت الحين بعد شي 10 دقائق ربع ساعة يدنا المغرب، فنصلي المغرب والعشاء جمع وقصر وبس، ونرتقد عادة. ليه شو البناية بالله عليكم؟ ها شو البنيان؟ همته من أميات السنين، من أميات السنين عند الله علينا. تستاهل التكريم، تستاهل التكريم، تستاهل الناموس يا أبو علي، على الله يحفظك، تستاهل كل خير. من وين عاد ياك التكريم؟ ياك التكريم من أعلى قمة على رأس الهرم، من أعلى قمة في رأس الهرم، وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد على الله يحفظه ويمد بجله ويطول بعمره، على الله يطول بعمر أبو زايد. منبونه ما يغفل عن حد، ما يغفل عن حد أبدا. كل إنسان له بصمة في دولة الإمارات يقوم بتكريمها. على الله يحفظك يا أبو زايد ويطول بعمرك ويبارك فيك. أبو علي يستاهل كل خير، على الله يحفظه ويفجر يسر أموره يا رب العالمين. وهاي التهنئة من قلب القاهرة. اي نعم، يعني هالخبر ويتني وشفت هالصورة في التواصل الاجتماعي ما بصورها، وسويت اكبر كابتشر وحطيتها الرمز عليها وحطيتها بحسابي. هذا الناس اللي تتباهى فيه وتتنومس يوم تحط تشوف خبر هالنمون، بحطه لا والله بحطه، وبحطه ونص ومن غير ما شاور لا زين ولا عبيد. شيء يفرح الخاطر، وزير مصور وزراء واحد منهم ولد رئيس الدولة، والثاني وزير. شو يعني؟ شو يعني؟ بعد شيء خير، لا شيء يخير ولا شيء يحسن. يعني الله يحفظهم باثنين، ويحفظ أمة محمد أجمعين، ويحفظ حكامنا ودولتنا وكل من ينتمي إلى هالدولة، من الناس الطيبين الفنانين، من الناس أبوي، من وزير لين أقرت به. يعني الله يحفظهم ويبارك فيه. هذا المكان صورت لكم إياه قبل 4 أيام، نزلته على السناب شات، ما قصدي على شو اسمه، على حسابي في الانستغرام في الانستا. المكان هذا الصورة هذا الفيديو اللي صورت حوالي 100,000 آدمي اللي شافه، 100,000 آدمي شافه في أول 3 أيام. يعني ما شاء الله كانت العالم، سميت الفيديو زحمة العيد، شوه زحمة عيد، عيد شو زحمة العيد في مصر. كانت العالم الكتف بالكتف في هالمكان، وهذاك المكان اللي صورته كان شيء جميل في منتهى الروعة. حسيت بقمة السعادة إن الناس يعني
مبسوطة وفرحانة كلنا على قيس استطاعته على قد معرفته على قد إمكانياته وفين يجون يرسم في نص الدوار اللي جايب أكل واللي جايب حب واللي جايب زق السبال واللي جايب النخي كل حد يعني واللي جبنا بيضة معيدين مبسوطين ومعيدين قمة السعادة شيء في منتهى الروعة وايد انبسط هاك اليوم والحمد لله الحمد لله أقولكم يلا بس أبي عليكم بنار نص خلاف وحين سارين جدا بيت حرمة نحن ضارين خطف عليها من حول لين حول في نص هالخنية خيشات فوق شبد السمع ييز ضار من حول لين حول خطف عليها وحين يوم خطفنا ذكرني بها علي في وين مكانها محينة خناخيش هاي حالته أول يدل وما أدري شو حين يتخبر يعني إيه يا علي على أساس إنك تعرف الطريق بالي كثير ما نمشي يا سلام هو هنا بس أول هذا طريق بيته مش عادي مش مد يا علي مد وين بعد وايد أحيدهم فوقهم في أي دور هو كل اللي بده يجي مجدبك السلام عليكم ازيك اسمع أم مين؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت عدينا عليها دي مين؟ والله فاكر بس أنا فاكر هناك كانت بتقول على دبل جاز. طب واللي فوق؟ سميرة أم محمد. سميرة أم محمد. سميرة. ليكون ماتت؟ أيتان. تعال اتفضل. مش فاكراني؟ فاكراني ولا لا؟ السلام عليكم يا حقه ازيك انا مية زي القمر زي صحتك ده دلوقتي قمر قمر ايه ده دي كان 14 قمر زمان اه ليه عامله يا زوز عامله ايه بص ازيك يا حقه كويسه ردي عليه هيا فكره بقى بصور قوي هتفضل قوي قوي لاخر ربع اهي صورتها اهي كذاب وين اهي والله شوف اهي وهي اللي في النص دي بجد والله اه والله اهي ما كنتش فنان ها دي بقى النهايه دي وانا الاصل ودي الاصل وانا السور ازيك يا حاج عامله ايه ازيك زي صحتك بطمن عليك على طول والله محمد كذاب ما تصدقوهوش والله يا رسول الله عامل ايه عند بعتلك فرجلي عشان ابوسك بعتلك دي عندها كم سنه يا حاجه بقى لها كم سنه الصور دي يا حاجه دي من كم سنه ودي من كم سنه دي 40 من 40 سنه بقى لك 70 دي وانت عندك 70 سنه مرحبا 70 وانت دي كنت عندك 40 سنه 17 سنه دي 40 دي 40 40 17 70 ودلوقتي كام أنا دلوقتي 80 120 بصراحة. أنت أمي الثانية. أمي الأولى مصر وأنت الثانية وأمي ليلى موجودة في البيت. ربنا يخليك. بتاخدي العلاج؟ مين اللي بتدول؟ محمد؟ ماله؟ بيديك العلاج؟ ده عايز حد اللي يديله العلاج. ربنا ينتقم منه. أشوفه مشد. محمد خبيب ربنا يستحلك حالك اللي ما تصلح حاله كل السنين دي حيتصلح دلوقت ما فيش فايدة بس القطة جات إلا القطة الله لا وعارفة طريقة اطلع المطبخ عايزة تاكل منوراني يا سمسامة ما تنسى فراء حلو راحت هل تسمعيني؟ بشدة هاي بعد سمارات بقى وحاجات عايز اصور الستات الطيبين بتوع مصر الستات الطيبين بتوع مصر بيصوروا ويوريهم للناس الخير والبركه في 14 فين دي امال ايه ده 17 اخر واحده صفاتي دي 17 دي 17 لا 17 في نص 17 كنت متجوزه ساعتها يعني بحب لسه مخطوبه لسه قولي هاي بنت عيب كده اتجوزت بس ما خليتش كنت لسه بنت بنوت بقى ما كنت لسه دي اللي 17 سنه
جيلي 17 سنة. جيلي 17. كنت متجوزة وما خلفتيش. اه لا. العيب منك ولا مني؟ دي دهول. ولا سبعين. دي كانت 70 كنت هنا مخلفة بقى. كنت لسه متخلفة لحد دلوقتي؟ لا. بس بصراحة ده شعرك ولا باروكة؟ ده باروكة. عندك لحد دلوقتي؟ تخيل حتكون عندها باروكة من هاك الايام بس زمان اعملي بقى تضحك ايه ايه قول اخته قالت لي تعالي يا عين يا عين وانت مش بتاعت الكلام ده على ابوك ما عرفكيش يلا بس اعجب بيكي مين وانا رسمت مين الحلوه دي قالت له خليل سميرة احمد فاكي تكلم كده السمير مراتك ايوه ولا باينه ان هي وبعدها طلقت لا طلقني مين لا متطلع انا عارف انك متطلع لا يا حبيبي لا متطلع لا متطلع وما عمرتيش انا يا ست الكل ربنا يطمنا عليك مرتاحه ومبسوطه ربنا يخليك ربنا يخليكي انت البركه والخير يا ست الكل ربنا يطمنا عليك قالت لك السنه اللي فاتت فاكراني قالك السنه اللي فاتت فاكره قالك السنه اللي فاتت فاكره ابو محمد فاكره هم كتير بس انا على دفتر ابو محمد من الامارات بس فاكراني ابو محمد منين الامارات ايوه الامارات دي عاصمه ايه طلعناه بس طلعناه الله الله قصه وخيسه لا لا شيء ايه نازلين نتغدى والله احنا مبسوطين قوي بك يا سمير احنا مبسوطين بك قوي يا سمير اول جمله اقولها هنا وتاني جمله فين والله جبت لك فرختين انا بعت لك فرختين ثلاثه لا ثلاثه ساعه فاكره بعت لك فرختين اقلع ما كنتش جوه انا ولا ايه جاوبولي في رمضان باعهم لا والنبي عامل اكل النهارده عامل لوبيا بط لا مسلوقه بحمرتها حمرت حته كده ولا دخلتها الفرن لا سلقتها الاول يا جميل يا جميل كم ملوخيه يا جميل وشوربه لسان عصفور لا مفيش. لا الله يخليك دايما عامر بحسك وين المطبخ الكبير اهو وين مطبخ الزخنيق ده بيت حقه سميره هذا اللي تشوفونه بيت حقه سميره هاي شقتها هذا انت بتنامي فين على انه سرير ده انام على الحرف على الحرف شراتي انا كمان انام على الحرف ومحمد ابنك بينام على دي وصفاء بنتها وابنها صفاء وابنها بيناموا وراكي وانت هنا على الحرف وابنك لا اللي مش عاوز اصور انا وانا ما باجي بنام تحت السرير وين المطبخ اهو وهذا الكبتات وين مطبخكم ايه العسل ده ده انت امر الله يخليك ما شاء الله بس خلي بالك هتكسر الحلب الحلب هذا بيت بيت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ريحته كلها تاخذ العقل ريحه طبخها ما شاء الله تاخذ العقل هنا العين عامل ايه معاك محمد يا حقه محمد عامل ايه ما نصيبه ما بيعملش حاجه لا 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 خدمه طب بينضف الشقه بيمسح الشقه يا حبيبتي ده باب المطبخ لا يمنع ايه بعد يمنع الدخان صفاء بقى من تحت انا والله ربنا يخليك الله يخليك ان شاء الله يا ام محمد الله يخليك يا سميره الله يخليك يا سميره حفين سميره اللي يقول لك الله يخليك تمشي ربنا ياخدك اقعد بعد الشر يا ماما بعد الشر عامله ايه حلوه الجلابيه دي نعم حلوه ايه نعم حلوه الجلابيه دي مالك الجلابيه حلوه جن دي يا بت قولوا حسد الغجر على دل الشجر يا ولاد حسد الغجر على دل الشجر قولي حسد انا بخش حسد الغجر على دل الشجر اهل عبر البطل كده ولا لا يحصل كل سنه مره زوروني كل سنه مره مش احسن ويا بخت من زار وخف وابعد حبه تزيد محبه صح
حكى لي انت اكيد مستمع حالك. عسل يا سيسي. كنت عايز اشوف صفاء والله. اريد ان اشاهد صفاء. مش برضو ما اسكت لها. شاهدت تتكلم معه ازاي دي؟ دي ضاعي خالص. هات المكبر ده بتاع المغاصي ده. امي امي. الله يكرمك. سامعك يا حاجة. قولي قولي. وبعدين؟ جوزوك انت عندك كام سنة؟ لا. لا يضربني عشان ايه؟ شايفه انت عايزه تلعبي بقى صغيره. عجيبه. ما تعرفيش حاجه. ما عنديش يعني جواز. عندك كام سنه؟ كان عندي كام سنه؟ كان عندي 12 سنه. اتجوزتي؟ بيقول لك لفها في ملايه وفي الفرح وشالها. يقول لك ده راح ينيمها ده ولا راح يرضعها ولا طفله. وبعدين كان بيضربك ليه؟ بيخاف عليك يضربك؟ ضربه في قلب. لحد يجي جنبك ولا بتاع. وكان اياميها الملايات. الملايات تحت البط السودا دي. السودا ايه؟ السودا. والمنديل اللي ابويا بقى اللي هو ابو كور ده ابو ترتر. استني تعالى. الحمد لله. شفتي عز كان فين ده؟ ان شاء الله راح فين العز ده لما شفت عز؟ قالوا له الغراب جاي منين؟ قال جاي من بحر القشطه. قال له كان بان على منقارك. قال في عز يا رب. ام محمد احنا هنستأذن. هنمشي. ايه ده احنا ماشيين يا ربي. ام احنا ماشي. احنا رايحين عشان نمشي بقى. رايحين السيده. السيده رايحين. سيده زينب. شلاتي. ايوه سيده زينب ان شاء الله. المولد بتاعها. لا المولد بقى. امتى؟ قول. امتى المولد هو؟ في شهر ايه يا خال محمد؟ اللي يعرف انا ما اعرفش. عدى. ماشي. يعني. صورناه مره. انت مره صورتها. هي جوه. اتفضل. هي جوه لسه داخله. الأوضة السوداء لسه جوه. تعالى يا عم يلا. عمرو اسمه ايه؟ يا سميرة. احنا ماشيين. باي باي. عاوزة حاجة؟ السلام عليكم. حاجة؟ خدي. كمان عمرو. ايه ده؟ حطيهم في ودنك عشان تسمعك. تعوض السمع. يا ويلك. صرافين. حبيبتي. يلا مع السلامة يا حاج. السلام عليكم. يلا مع السلامة. وسيرنا. سلمنا على اللو آدم وظهرنا ناس طيبين. وين حينه؟ راسي دار. شوف الحرب يا عزيز. الحمد لله رب العالمين. ناس مبلغ حتى تيل استحت تشينكوة. الحمد لله بعد. علي. أيوة. ليه ما خليتنا ودي محسن معانا؟ هيقعد يعرف البيت ويشوف خلولية خلت كام ويدرس المكان كويس وبعد ما نمشي يرجع يقول لي نايمه غلبانه بالتوب. واخد البوك من صدرها وماشي. على ايه؟ حرام غلابه. ومحسن برضو غلبان بس هيروح النار. هذا ميدان الله يحفظك محمد فريد. مثل ميادين الباجيه، مثل ميدان طلعت حرب وما طلعت حرب. تحيدون كل ميدان فيهن في ست فرجان، ست شوارع. 1 2 3 4 5 6 ست حارات فيه. شو النظام المعماري القديم اللي هو خليط بين الفرنسي والإنجليزي. شوف المسينة. محسن ميدان. فين ميدان السيدة يا ابني؟ اللي كده ولينا ساعة كده يمين شمال يمين شمال. ايه علي؟ يعني هو يعرف ده فين ميدان السيدة؟ ليه؟ ما يعرفش. ده كان بيروح هناك عشان يشحت بس. الله يرحم. الله يرحم جمال امريكيه يا ابو اللي قعد 15 سنه طلع لي جمال. ايه والله 15 سنه معيشني. الجامعه الامريكيه. المتحف المصري. الله يحفظكم. حاليا في ميدان قصر عبدين. هذا ميدان قصر عبدين. ها نحن سايرين باتجاه تحرير كذا. نحن سايرين باتجاه السيده زينب. انزين دلوقتي شايفين الناس اهي كله سايب بيته وقاعد في الهواء في الوسع. ليه؟ احنا البيوت اللي احنا كنا فيها من شويه عند صاحبنا ده بيوت صغيره واوض صغيره وحار جدا فبيتمنوا هواء نسمه هواء فييجوا في الميدان يعني. ييجوا يقعدوا في الهواء ويتسطلوا يروحوا يناموا في الحار. الحمد لله. الحين نحن قريب نوصل
ميدان السيدة قريب يعني تقريبا باقي شوي يجونا. ابراهيم كم باجلنا؟ علي حمد شو اسمك؟ لا 10 دقائق. 10 دقائق باجي ماشي اخر الشارع هذا ميدان السيدة زينب. وين وصلنا الحين؟ قربنا الحدود. حدود وين؟ مصري مع ليبيا. ها؟ مصري مع ليبيا. بعدها مشوار قصيدة زينب. ها ماشي. الشارع طويل هذا الشارع الحين شوي باجي بنوصل. ابراهيم جايب ابراهيم علي. ايوه. متى بنوصل؟ اوقنا بس قصيدة زينب. انا ابوه وايد تاخرنا. انا قلت لك نركب قلت لا روح استنى في الاوتيل. فين انا قاعد؟ علي كله علي علي لازم المشي المشي وايد زين ماشي بس مش كل حاجه بريت عن حتى ماشي ماشي اللي هو دلوقتي انت يعني. المشي اه المشي يعني اه امشي يعني احنا جايين دلوقتي من وسط من عندك الاوتيل في الزمالك نزلنا وسط البلد عدينا على العتبه جينا سيده زينب مشي حلو حلو بقى كفايه كده بقى مشي ونرجع مشي لا امال يتهدم لا لا لا. يتهدم لا لا. الاكل كيف ما ربنا موجود يهضمونا ان شاء الله ولي 4 ساعات في الجسم يتهضم براحته مش عشان مشي ولا هيهضمه حرام عليك وعلي ماشي وعلى الاكل لا ده في ده ايه طحال وده منبار بس مش حاجه ثانيه بس طحال منبار وفي فيشه وكرشه انت تتعشى من هنا ونحب نسير هناك شو رايك انت تتعشى هنا ونحب نتعشى هناك من بعد اكله الناس اللي كنا عندهم نيمي تيماني انبسطتهم الاكلات دي باكل حاجات خفيفه دلوقتي من الاكل التقيل بيتعبني دلوقتي راجل بس مفيش مانع يعني وانا راجعين باكل سندوتشين احنا شبه وصلنا تقريبا شبه وصلنا هذا جامع السيدة زينب هذا هو شارع جامع السيدة زينب وهذا الطريق كل ابوي بيع ومشترى وعلم وخبر واللي ما يشتري يتفرج الستاند دي مش طبيعي ايوه مرحبا كل ابوي بيع ومشترى وهيلة بيس وكلنا ابوي نطمش وكلنا نشتري وحلاوه واكل وصراط وفشه وليه ومنبار ولا لا 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 شو هذا؟ تأسس سنة 1944 هذا كان ماء سبيل ماء سبيل ومشراب للي ساير وللي جاي عاد نسيت عندي هاك اليوم الخلفية عن موضوعه متى استوى ومنو أنشأه وليش لكن هو هذا زاوية للسيدة زينب إني يعني مكان المسوح والشرب واللي يشربون ماء والملبارد هي هذا السبيل وهذا بارك الله فيكم الرفاعي مصورنا هالعامل كمان هذا هو الرفاعي داخل عاد المطعم الأصلي داخل هذا هو المطعم نحن ناس عاد الناس اللي غير يرسون داخل نحن نجلس خاري جلسة خاري برا حلوة تأخذ العلم أنا أحبها يعني في ناس وايدين يحبونها بعد في العالم يلسون هنا في هالسكة شو الطلب اللي نقدر نطلبه عندكم شو الطلبات اللي عندكم موجود هنا سعادة الباشا كباب وكفتة وريش ده بيبقى مشكل والنيفة والسجق بتطلب زين فأنا الوقت هعمل لحضرتك كيلو مشكل مع كيلو نيفة وربع سجق زين منو بيسوي للسلطات السلطات بقى معاك هنا اهو ظبط عليه هي مية واحنا هناكل روق كلام اول ما يظبط الطلب هو يا متسلطه وانا هيك ماشي يلا بارك الله مونه يعني ايه عيش مونه عيش مونه معمول بالسمنه بتاعت السمنه بتاعت الشحم يعني لما تسيح الشحم يحطون عليه هذا نعمله على الفحم والناس تاكل شكرا انت ذوقه هيعجبك ان شاء الله شكرا كل ماما تيجي تقول لي عايز عيش مونه شكرا بارك الله فيك يلا يلا دوق يا ابراهيم يقول موه يلا عادي يلا يا ابراهيم مدي اللي يفرق اللي يفرق النيفه من المشي هذا الكباب العادي اللي هو عباره عن شو عن ريش ها وبيك كلوه
كلوه دوني لحم دوني خرفان تبقى كفته كفته, كفتة. وريش ويبك كلوه كباب كباب انزين وهذا نيفه انزين النيفه عباره عن شو النيفه عباره هي بتبقى سمينه شويه من صدر الخروف من صدر تدخل تاخد بخار ايوه في الفرن وبعد كده بتدخل على الفحم ايوه اول شيء تطبخ انزين حمام بخار زين تستوي بعد كده بتتحمر على الوجه عشان كده تبقى طريه ايوه عشان كده تبقى طريه ايوه هذه النيفه بارك الله فيكم عمي السلطه الخضراء وصلت فريش الفريش انت اللي فريش يلا السلطه الخضراء فريش الفريش يا سلام يا سلام فريش الفريش انت عسل كل دول لينا حبيبي يا غالي هذا المدخل مال المطعم هذا المدخل بتاع الحاج محمد الفراعي انزين هذا موجود المعلم قصف اللي هو موجود وقت العصر هذا موجود هنا موجود المعلم بقى زين هذا اللي هو سيف فهد حروف الشاوي بن علاء مبارك هذا الشيخ الشعراوي بعد عندهم اللي في المطعم هذا من الشخصيات المعروفه اللي هي عندهم وهذا ها اسمه نسيت اسمه هذا واحمد زويل فهو ها منو شو اسمه احمد زويل احمد زويل منو هاي من الفيزياء هي هاي اللي فوق فاروق فاروق الباز وهذا السوري وهذا منو؟ وهذا ب 20 جنيه لحم الشيخ بتاع مطعم مصر اوكي بتاع الاهلي مش مهم هذا عمرو دين هاي عمرو دين مع من؟ عماد دين عماد دين واللي معاه مع من؟ حاج محمد الفعلي هذا عماد دين محمد رياض الممثل محمد رياض ممثل هذا ويوسف منصور عكوم غفور ها؟ عكوم غفور كونغ فو؟ عمرو يوسف برضه محمد رياض ولا كريم المطعم كم عمره؟ 50 سنة 50 بسم الله وهذا شو هذا هذا صفر يعني 50 يلا شكرا حبيبي خلصنا من الرفاعي الحين وين سايرين؟ العتبة لا قبل العتبة الرحماني الرحماني هذا شو عنده عادة؟ صوبيا وتمر هندي هذا محل يبيع ابوي صوبيا صوبيا وتمر هندي صوبيا وتمر هندي اسم الرحماني في السيدة ونحن قبل ما نسير العتبة الحين بنسيته بطعم ابوي من الصوبيا ماله ومن صوبيا عبارة شو اقول لكم؟ صوبيا كيف افهم اللي وادي راح يشي صوبيا الناس كلها تعرفه شرات الفرني لكن رفيع بس فرني رفيع فيه قلنبوي العالم كلها ابوي تريا هذا هو الرحماني هذا مكانه وهناك وين السيدة زينب ولا شو اسمه الرفاع اللي كنا ماخذين فيه الطرف هذاك عند الزاويه تظهر من ابوي على اليمين توصل هذا هو الرحماني هذا سوبيا لا داخلنا هلا سوبيا سوبيا هاي سوبيا جرفة اظني على شو اللي وياه داخله ما اعرف لكن يقولون فنان عباره عن شو يا عباره عن شو سوبيا رز ولبن وقشطه فوق رز ولبن وقشطه صح وجوز هند وعلى الوش دي قرفه يلا عاد يلا يا علي يلا قم حبه خذوا من امك ما بعد لا يا ويلك من الله ليه ده مغازي ام غلبانه بارك الله فيكم بحه اكسس لجميع اكسسوارات البهايم عباره عن شو تبى يحط عندهم اشارات المرقه فيها العيون فيها الاذنين فيها الفتوش وفيها اللوز وفيها الحنجره وفيها الحنف الراس وفيها المخ وفيها الحلوان ليه في العيل كامل بيجمعونه ويطبخونه ويعطون العرب والكراعين كل ما يخطر في بالك يسمونها هذه اكسسوارات البهايم اكسسوارات البهايم اللي هي كراعين كل شيء كل شيء لظروف يعني كل شيء هذا مكان بس خاص حق هالموضوع عليكم بالعافيه مكان اللي يبيع اكسسوارات البهايم هذا بحه وهذا واحد من غير اثنين هذا وهذا يجاكرا هذا في نفس السيدة هذا له زباين وهذا له زباين انزين نحن الحين الله يحفظكم سايرين وين الاتجاه الى العتبة
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله يغرب لك. ما بتحبش السناب براحتك. ما يحب السناب. ما يحبش يتصور. ايه انت اخوك بالماء بس. ايه اروح فين انا؟ لو سمحت ممكن نصور. قال لك لا ما يحب السناب. لا ده ماله ده هو لما هو حفظك خطبنا على هذا مالنا اصلا. ايوه بس صغيره ايه وخيب هالمتر ما بوايد. لا دي اكبر. انا والله يا ابوكم ين شكر الريج يضاول الريج يسلم على الكبد ين يوم يدخل بين الحنجره والمعاليج ين يرحب خطر عليه يهيل على قولك هالبحرين يلولش يلا بين المعاليج لوس معاليج اللوس هي على قولك ترجمة كده معاليج ما باللوز المعلاق المعلاق الكبد والطحال والقلب والريح كله هات الدنيا رايس لفت انتباهي هالمبنى الفنان شوف الله عليكم شوف الله عليكم ليلة صغيرونة هذه ليلة صغيرونة شوف هاي اللي تهردم بنو مكان بناية وهاي اللي في ليلة صغيرونة تمت مكانها خلوها على ما تشوفونها ما يندرى منو له هذا هاي بنيانها ياخذ العقل هذه ما شيء اذا ما شيء نص قرن عمرها وقرن كم ايه وقرن احنا 100 عام قرن 100 عام أيوة. لا ابوي 5 قرون عيال هذه وانا قلت نص قرن يعني 50 سنه 50 سنه لمسة العقد هو ال 10 سنين ينعقد لسانك ليه كذا عشان معلومه خاطئه اكيد كله شريحه ميدان مصطفى كامل باشا هذا هو انولد 1874 وتوفى 1908 34 سنة كلهن اللي عاشن من أشد المناهضين ضد الاحتلال الإنجليزي نط ومات عمره 34 سنة والسب شته وكثر ما هو يكره الاحتلال الإنجليزي والإنجليز نط ومات ومن أشد المقولات انتشارا عندهم في مصر قال كلمة من هاي السنين لين اليوم يرددوا انها الشعب المصري لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا كان ريتو فيك حيل وقوة تقول هذا كله رحمة الله عليك رحمة الله عليك يعني الله يغفر له وفي هالمكان الغاوي الفنان شو يسدكم للبنيان يسدكم البنيان من العهد الفرنسي والإيطالي والإنجليزي مكس مخلوق شفت انك ما تعرفش كل يوم كل يوم يا حق يديني معلومات غلط انت ساكن بالشارع ده وانا عزلي 30 40 سنه ودخلتها كتير كان اخويا ماسك دخلتها ببلاش بقى ببلاش اه ايوه عشان كده بقى عندك معلومات حلوه عشان ببلاش ازاي ربنا يديك الصحه يا حاج واحد المربط بتاع الفرق كمان كل ما عدي عند يا اقول لكم نحن نمشي وهو ياسي خورط علينا علي الاوبرا اتحرقت ما عفد له ريال مني والطريق قال له كذاب ربنا بعتهولي في الوقت رب العالمين انقذني كل الدنيا في مصر 80 مليون 90 مليون وجاني في وقت ده شفت لا الاوبرا ما اتحرقتش جت علي القاهره على سنه 71 يا ربي من كثر ما تكذب علي لان انا كنت في 71 عندي 5 سنين ففاكر كل حاجه سبحان الله يوم الله يريد لي النجاح يا ربي ما تشرك زي التربي بتاع نحن على الله يحفظكم حاليا كده وصلنا اقدم ميادين مصر اللي هو ميدان العتبه ومن اشهر المباني اللي موجوده في هالميدان مركز المطافي ومركز شرطه المسكي ومكتب بريدك انت يا مصر وعماره حلاوه هاي عماره حلاوه اللي تبونها هاي عماره حلاوه وفي شيء فيها فنادق فنادقات كان يسكن فيها الزوار العاصمة المصرية القاهرة اللي يوم من الصعيد واللي يوم من شرق ومن غرب يتبيتون يوم يومين فهاي الفنادق اللي تشوفونها من أرخص الفنادق اللي كانت موجودة آنذاك ولين اليوم هي من أرخص الفنادق فيونها الصعايد ومن شرق ومن إبلي ومن أناطر من كل مكان ومن منصورة من كل مكان يجون هالمكان يوم بيزورون الحسين
بيزورون سيد نفيسه، بيون يعني حي وقت الموالد، فيسكنون هالمكان. وهذه مباني العتبة، هذه مباني العتبة كلها القديمة اللي من لك 600 سنة. هالمكان حوالي الباسطات اللي تشوفونهن العام مصورنهن كانت العالم عباس على دباس، ما تروم تمشي من الأمم، مكان يخوف من كثر العالم، يعني كان زحمة وايد قوية وكبير زيادة على اللزوم، صح؟ أكيد. بسم الله. يعني استمتعت العام يومية اليوم بالعمالة هنا جاي اليوم مخر لجل شو؟ لجل إن ما في مدافر وما بروم أرمس وياكم يوم لو أي وقت العالم، ما تروم تمشي بالعالم وزعيج وبغيم وما أدري شو وكلها قرقعتم وحدة. وهذا الله يسلمكم سوء العتبة، كل شيء رخص التراء، خمام السوق لكن رخص التراء، كل إنسان على حسب استطاعته اللي الله مقدرين عليه على حسب ميزانيته يروم، ما صار فيها هم الدنيا. هم الدنيا اللي عنده معاش 100 درهم يقدر يعيش، واللي معاشه 100 مليون يقدر يعيش. ها كلها بسطات اللي تشوفونها، لو تدخلون اليوتيوب بتشوفون العام نفس الوقت ييتي هالمكان. شو طر الجربه عندهم، شوف بلعك هالمبنى، شو هالمبنى بس لو ينصقل ويتلمع شو بيغدي. يا سلام سلام، يا معية وامطرت في هالمبنى، يا معية وامطرت سنين الأولية، ها زمان البشوات عادة. إيه ها خطف عليهن عزب وما خطف على حد، أيام قوم بنبا كشار وقوم بهية ترتر والثاني منو؟ سنية قنح وخرق النقف يعني وقملت كفتة. يا الله يا وصلنا، الله يحفظكم الدقي. ريال عازمنا في قهوة اسمها قهوة استكانة، زين. وهذا عادل فكهاني يوم يقول لك التين باجل اسبوعين او ثلاثة او شهر تقريبا، لان الحين هذه تباشير التين عندهم ما يتشاهد، حتى الدبش ما تاكله الله يعزنا. موجود عندهم الخوخ والصنطرة والعنب بانواعه والمشمش والعنب، وهذا كعب الغزال يا متحني بدم الغزال، كل شيء عندهم، واليح والبطيخ والسحوح والدنيا والقوجة وهذا يسمونه العسل بوبر، بس خيرات الله ما شاء الله كل شيء، والفاكهة والخضرة كل شيء موجود عندهم. وهذا الله يحفظكم كوفي اللي احنا جايين استكانة اخبركم عنه، بسير احنا بظهر عنهم بجلس هناك بخبركم عن قصة سيرونه برد عقب عند الجماعة. شو اسمه؟ طلعت باشا، زيك عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. شيء ايه ده اللي تجيبهولي؟ شيء كشري. كشري ولا زردة؟ لا كشري. طب احنا مش طالبين زردة؟ علي بيقول زردة مغلي. مغلي يبقى اسمه زردة صح؟ اه شيء صعيدي. شكرا يا سمونك. منور يا حق محسن. السؤال اللي ما تعرفوش سيبوا حل اللي بعده. هذا المقهى الله يحفظكم العام كذي. وين اتغلبت؟ جيت بدا الودي 4-5 وديات. وين اتغلبت؟ انا ما ادوخ. ربعي يدوخون. انا ابوي لسه اشرب شاهي واشرب قهوه. هل اسم الساعه ساعه؟ ونرد عاد الحين فندقنا. هل ان الرد مشي ولا رد بسياره؟ الله اعلم. علي بعيد فندقنا؟ انا باخذ برا. ما عادي يصير خير، بس انت سرب ويبتكسي تسرب تاكسي ونحب نسير مكمل ماشي ان شاء الله. انا محسن ودرت ابوي قوم علي ريت المكان هذا اهدى على اساس ارمسكم شويونه شي 15 دقائق بظهر برد، يعني لهم عندهم وايد حشره بين سنيها روحي بعزل عمري اساس خبركم شو قصه العتبه. سنة 1850 طاهر باشا اشترى سرايا العتبة سنة 1850. الوقت اللي اشترى طاهر باشا سرايا العتبة كان لونها أزرق، وهو دم ضروسه ولا يداني اللون الأزرق نش،
وخلف كل يدراتها وكل عمدانها إلى أخضر وسماها العتبة الخضراء. هاك الآن هذاك الوقت وتم اسم العتبة الخضراء على هالاسم لين عهد الملك فاروق. الملك فاروق في هاك الأثناء تزوج الله يحفظكم الملكة فريدة ومن حبه للملكة فريدة وعشقه لها جلب اسم العتبة الخضراء إلى ميدان فريدة. خلاص مسحوا من الخيال من الخريطة مسحوا اسم العتبة الخضراء سموه بس ميدان الملكة فريدة من كثر حبه لها ومتولع فيها ويتريم وراها الوليد. جابت له 4 من البنات قالت تبى بنات عندي أولاد أبوي ما الله رزقني منك. قال أبوي عيل أنتي العين ما شافتش نشي وطلقها. طلقها من وعقب الطلاق أبوي نش ورد الاسم الأولي شل اسم الملكة فريدة من الميدان ورد أبوي سماه الاسم الأولي اللي هو ميدان العتبة اللي هو الحالي. وعقب ما سرح الله يحفظكم الأميرة فريدة البيت أهلها نش وخد أبوي الملكة ناريمان خد الملكة ناريمان ويهبت له أبوي الأمير أحمد فؤاد. قرت عينه عاد هاي الساعة برق شيء غير كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى. لكن أبوي ملك يباله وليد شو يسوي؟ وهاي قصة أبوي العتبة الخضراء. هلا تسمعون على خير. لا والله يمكن ما بتسمعون على خير من الحين. خلاص بنكمل الرمسة كان شيء رمسة بعد. هذه دخلتنا الفندق الحين ما يقدر أبحث الساعة أظني الساعة 3 الحين الساعة 3 دخولنا الفندق دخول مسائي يسمونه. شوف الله عليك ما زلنا فندقنا ما ودك تظهر ابنه. يا سلام سلام منوري حق بسم الله بسم الله.